بس هي معقده التركيب ده، فهنعمل ايه؟ لازم نقول ونشرح. فبتقول لي انت مضطهد الانثى، انا مضطهد فين؟ اسكان الانثى دي هي اللي بتصيب الانسان بس بالمرض. امال الذكر يا اخويا بيعمل ايه؟ اه ذكر بعوضه الانوفلس بيتغذى على رحيق الازهار، شفت الرئه؟ طب انا اعمل ايه؟ انا مالي، هي الانثى الشريره اللي بتمص دم الانسان وبتسبب له المرض، اما الذكر لا، يعني انت الناموسه اللي بتزن في ودانك، زن زن في ودانك دي وبتقرص وبتمص دمك، دي انثى. الاناث فقط هي مصاصين الدماء، في الناموس اختي ما تبصليش. طب انا اعمل ايه؟ الذكور تتغذى على رحيق الازهار والفواكه بس، طب انا اعمل ايه بقى؟ مالناش دعوه، ده العلم اختي، وانا لن ازيف العلم من اجل حفنه من الكائنات الطريه. ازاي يعني؟ انا ما بزيفش العلم ابدا، انا اقول على طول. وبعدين ما تعمليش نفسك بتدافع عن حقوق الانثى، دي ناموسه اختي بتضربيها بالشبشب لما بتلاقيها واقفه على الحيطه، طب انا اعمل لك ايه بقى؟ فبالتالي احنا بنتكلم عن هذه الانثى الشريره. طب السؤال اللي بيطلع